أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، حضرتك كانت مداخلة قبل انقطاع الاتصال. جزاكم الله خيرا. مرحبا. في هذه الآية الكريمة، أو أقصد في هذا السؤال الأخير، صلاح الابن استوجب رحمة الله بابني الرجل، فالحسنة أو الصدقة الجارية أو العمل الصالح يتعدى مداه إلى المستقبل، وهذا يحيلنا إلى نعم، أمر مهم، وهو أن نحذر عند القيام بأي عمل، وأن ننتبه، لأن سواء كان عمل خير أو عمل سوء، أن الآثار الجانبية لذلك العمل ستنتقل في المستقبل مع الأجيال الآتية. دائما يجب أن تكون لي أن ننقل، أن نغرس القيم كما تغرس النبتة لكي تعطي ثمارها وأكلها بعد موت صاحبها. جزاكم الله خيرا. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. هلا والله. بداية، الدعاء هو العبادة، وطبعا لا يرفع البلاء إلا الدعاء، ويتعركان في السماء فيرفع الله البلاء بالدعاء. وما من امرئ مسلم يدعو الله عز وجل دعوة إلا استجيبت له في الدنيا أو أخرها الله له في الآخرة. لأن نعم الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا الدعاء هذا من أسس، أو من يعني معالم، أو من ركائز العقيدة الإسلامية، وهو توحيد الألوهية، أن الإنسان لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو صنم ولا حجر ولا قبر ولا شيخ ولا، نعم فإنه يخص بارك الله الله عز فيك، وجل بالدعاء. فالدعاء أشكرك. يظهر انكسار. طب مع السلامة. هل الصوت واضح؟ أنا ما كملت كلامي، خلاص. الصوت، نعم، شكرا جزيلا، أشكرك. هل هناك مداخلة أخرى؟ هل هناك مداخلة؟ هل هناك أحد؟ الدعاء مخ العبادة، ولا يغير القضاء إلا الدعاء. كيف يكون الدعاء أهم وأول أسباب الرجاء؟ يعني هذه إن شاء الله المداخلة الأخيرة حتى ننتقل إلى النص القرائي، لأن لدينا متسع من الوقت. حضرتك لم تكمل كلامك، أنا لا أسمع حضرتك. فكرت علي الكلام وما قلت شيئا بعد، خلاص شوف اي حد من الزملاء يكمل، ما فيش لا، مشكله. أنا حضرتك لم أستمع لحضرتك، أنا آسفة. لا، حتى المره السابقه نفس الموضوع، ما ادري يعني هل هي تحيز ولا لا ما ادري ايش والله، بالضبط. أنا ما يعني كون الإنترنت، أنا لم أستمع إلى حضرتك، يعني الصوت لم يكن واضح عندي، فظننت أنك يعني أنهيت كلامك. فهل هناك مشكلة في الاتصال؟ لا، ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله، جزاكم الله خير. لا، حضرتك أكمل أكمل. لا يعني نحن يعني لا، نتحدث لا جميعا، لكن هي المشكلة والله الاتصال بالإنترنت، حتى أنا أتابع مع الأخوات عبر الواتساب، لأن أنا لا أستمع يعني للأسف الشديد، يعني أرجوك أن تقبل اعتذاري بسبب الإنترنت. تفضل تفضل، نحن نريد أن لا نسمع ما في حضرتك تقول كلاما قيما. لا ما في مشكلة، جزاكم الله. شو أي حد من أخ، نعطي الفرصة للآخرين، جزاك الله خير، ما في مشكلة إن شاء الله. طيب، يعني أعتذر وأكرر اعتذاري مرة أخرى، لا 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 لم لا أستمع والله لا 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 لم لا ما في أستمع. مشكلة، ما في مشكلة، ما في بارك مشكلة. الله فيك أخي، بارك الله فيك. حسنا، من لديه مداخلة؟ المداخلة الأخيرة، هل هناك مداخلة أم هناك مشكلة في الصوت عندي أنا؟ لأني لا أستمع إلى أي أصوات. السلام عليكم.
هل الصوت واضح؟ نعم صوتك واضحة. واضح. نعم. طيب أين المشاركات؟ يعني هذه لدينا مداخلة أخيرة فقط قبل أن ننتقل إلى النص القرائي. حسناً، يعني أنا أريد أن أعلق على الكلام الأخ الدعاء مخ العبادة، ومنزلة الدعاء بالنسبة للعبادة كمنزلة المخ للجسم، فسبحان الله لا يرد القضاء إلا الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء يغير يعني الأقدار، الدعاء يرفع البلاء، الدعاء يرضي الرحمن سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح بالدعاء، فسبحان الله يعني الدعاء منزلة يعني رائعة جدا جدا. أرجو الله لي ولكم أن نكون من مستجابي الدعوة. حسنا، الآن ننتقل إلى النص القرائي. من يقرأ؟ هيا هيا إخواني أخواتي، من يريد أن يقرأ؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. النص غير واضح الآن؟ نعم النص غير واضح. نعم، هل وضح الآن؟ لا، النص ضبابي، لا ليس واضح. طب هل عند الجميع؟ طيب لحظة واحدة، نعم سأحاول أن أضبطه، لحظة واحدة، يعني أعتذر عن سوء حالة الإنترنت، والله هذا يعني خارج عن الإرادة. هل ظهر الآن النص؟ نعم الآن أفضل. نعم شكرا جزيلا. طيب من يقرأ؟ من يحب أن يقرأ؟ من يحب أن يقرأ؟ أين المشاركات؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قصة عجيبة. العقد المفقود والإمام البزار. في كتاب ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزار المشهور بقاضي الماريستان الحافظ المتوفي عام 530 و500 للهجرة، وقعت له قصة عجيبة فيها أيما عبرة. فقد قال: كنت مجاورا مكة حرسها الله، فأصابني يوم من الأيام جوع شديد، ولم أجد شيئا أدفع به عني ذلك الجوع، وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير. قال: فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته، فوجدت فيه عقدا من ضر وجوهر لم أرى مثله قط. قال: فربطته وأعدته كما كان، ثم خرجت. نعم. ثم خرجت أبحث عن طعام، فإذا بشيخ ينادي ويقول: من وجد كيسا صفته كذا وكذا وله 500 دينار من الذهب؟ فقلت في نفسي: إني محتاج وجائع، أفأخذ هذه الدنانير لأنتفع بها وأرد له كيسه؟ وسألته عن علامة الكيس وعلامة العقد واللؤلؤ وعدده المشدود به، فإذا هو كما كان. قال: فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار الجائزة التي ذكرها. شكراً شكراً أشكرك. نعم شكراً. من يقرأ؟ بارك الله فيك، أشكرك شكراً جزيلاً. من يقرأ؟
من يتابع القراءة؟ هيا زملائي الأعزاء، زميلاتي، من يقرأ؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم. أما من قارئ؟ أما من قارئة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي يا حبيبتي. فقلت له: يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء. فقال: لا بد أن تأخذ، وألح علي كثيرا، وأنا أحوج ما أكون. قال: فقلت: والذي لا إله إلا هو، ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله، فلم أقبل الدنانير. فتركني ومضى. ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده. وأما ما كان مني والكلام للإمام البزار، فإنني خرجت من مكة وركبت البحر وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله، وتكسر المركب، وغرق الناس، وهلكت الأموال. وغرق الناس وهلكت الأموال. طيب، حسنا، شكرا جزيلا. هل تعرفون بقية الحكاية؟ هل يعرف أحد منكم بقية الحكاية؟ هيا زملائي الأعزاء، هل تعرفون بقية الحكاية؟ من يعرف باقي الحكاية؟ ماذا حدث بعد ذلك عندما غرقت السفينة وهلكت الأموال وهلك الناس؟ هل يعني يعرف أحدكم هذه القصة أو سمع بها من قبل؟ حسناً، سأكمل لكم باقي القصة. يقول الإمام البزار: ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ملقاً في الأرض. نعم، هو نجا فعلاً، نجا الرجل، ولكن أين نجا؟ نجا على جزيرة نائية بعيدة، متعلقاً بلوح من الخشب، وهو الوحيد الذي نجا من السفينة الغارقة. ماذا حدث بعد ذلك؟ كان أهل الجزيرة من المسلمين، ولكن لا يعلمون عن الإسلام سواه. ففرحوا به، وعندما علموا أنه شاب متعلم وتعلم في مكة، فأخذوه وأقام في المسجد القديم وجدد المسجد وعلمهم أمور دينهم، وبقى معهم فترة طويلة حتى أحبهم وأحبوه. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ قرر أن يعود بعد أن علمهم الدين وعلمهم أصول دينهم، ومكث فيهم عدة سنوات. عاد، قرر أن يعود إلى بلاده، ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا منه أن يبقى فيه. قال لهم: وكيف أبقى ولمن أبقى؟ قالوا: سنزوجك. قال: أنا فقير، ليس لدي ما أتزوج به. فأنا، نعم، كما تقول أستاذ أسماء، سنزوجك ابنة يعني سيدنا وكذا وكذا، رجل شريف وعالم وكذا، ولكنها يتيمة. وكيف سأتزوجها؟ كيف سأتزوجها؟ قال: لا، يعني قالوا له: لا تحمل هما، نحن يعني سنساعدك، ونريدك فقط أن تبقى معنا وتكون من أهلنا. فماذا حدث؟ أقاموا له عرسا طيبا، وأعدوا له الولائم، وتزوج بالبنت. وعند انتهاء العرس، وإذا عندما يعني دخل إلى عروسه ورفعت الحجاب عن وجهها، إذا بفتاة يعني رائعة الجمال، ولكنه ظهر عن جمالها بشيء، وتعجب ودهش لهذا الشيء، فإنها كانت ترتدي نفس العقد الذي وجده في مكة وهو طالب يقرص الجوع بطنه. فهو ذهل عنها ولم تعرف العروس السبب. وعندما جاءه الأهل مهنون في الصباح، قال لهم: نحن نعتب عليك، أنت تذهل عن الفتاة وكذا وكذا. فقال لهم: أنتم لا تعرفون الحكاية. وقص لهم ما كان من شأنه مع الشيخ. فما كان منهم إلا أن هللوا وكبروا: الله أكبر، الله أكبر. ماذا حدث؟ قال: أنت الشاب الأمين
فكان والف هذا الشيخ الذي قام هو والد الفتاة، وكان دائما يدعو الله أن أريد أن الله يرزقك زوجا في أمانة الشاب الذي وجد العقد. وسبحان الله، هو ترفع هو عن الحرام فأتاه كأطيب ما يكون الحلال. طبعا هو يعني بعد ذلك تزوجها وأنجب منها، وبعد فترة هي توفيت وأولاده توفى، أصبح العقد خالصا مخلصا حلالا له. وكانت هذه القصة قصة القاضي البزار الأنصاري، وهذا فعلا الجزاء من جنس العمل. فمن يمتنع عن الحرام لله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل منه، يعطيه أفضل منه في أجمل صورة من صوره. طيب، هل لديكم الآن نهاية أخرى لهذه الحكاية؟ يعني نفكر في نهاية أخرى لهذه الحكاية. أريد نهاية أخرى لهذه الحكاية. هيا نريد نهاية أخرى، فكروا هل ممكن أن تكون نهاية أخرى؟ هل تعتقدون أن هناك نهاية أخرى؟ أو كيف ممكن أن تكون هناك نهاية أخرى لهذه الحكاية الجميلة؟ تخيلوا نهاية أخرى للحكاية. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجميع يكتب في التعليقات. أنا أريد، لا أريد كتابة، أريد مشاركة صوتية. يعني احنا هذه مجالس الفصحى، لا يعني نريد مشاركة صوتية وليست مشاركة كتابية. إما أنهم يعني استنفذوا كل الطاقة، أو أنهم يستمتعون بما تقصيهم عليهم، فالقصاص هنا صوته ممتع وأداؤه رائع، فالمقارنة صعبة. بارك الله فيك يا أستاذة أسماء، بارك الله فيك، أحسن الله عليكم جميعا. يعني ولكن أريد المشاركات، المداخلات الصوتية، هذا هو الهدف من مجالس الفصحى. نعم، يعني أعتقد أن الأسئلة شملت كل نواحي الأمانة، اليقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، عزة النفس، كيف تكون جدارا حاجزا بين الإنسان ونفسه وهواه ونفسه وهواه. ويعني أشكركم شكرا جزيلا. ولكن قبل أن نختم، أريد فقط أن أقول اللي هو كلمة المتوفى، الإمام المتوفى، نقول الدر وهو اللؤلؤ النفيس، الدر اللؤلؤ النفيس، ولكن الذر، كنت أنا ذكرت قبل قليل، هو النمل، الذر هو النمل، الدر هو اللؤلؤ النفيس. أشكر لكم يعني استماعكم، وأرجو أن تكون يعني أن يكون مجلسنا اليوم مجلسا مفيدا للجميع. أشكركم شكرا جزيلا، وأراكم على خير إن شاء الله في مجلس آخر بإذن الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا نهاد، قبل المغادرة حضرنا مجالس سابقة، وتم مشاركة فورم معنا نسجل فيها الحضور، هل عندكم نفس الشيء اليوم؟ نعم نعم نعم، شكرا. أعتقد هم يسجلون أستاذة أسماء، التسجيل تلقائي بالحضور يعني؟ أعتقد نعم هم الآن يسجلون. الآن نعم. تم استمارة الحضور. شكرا جزيلا أخي الأستاذ رمضان، بوركتم، جزاكم الله خيرا كثيرا، وأشكر جميع الحضور، جزاكم الله خيرا كثيرا. ونختم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإن شاء الله إلى لقاء قريب. أسأل الله أن يكون لقاء هذا معكم لقاء خير وبر وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.
السلام عليكم.